ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام عبر الهاتف سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مرحبا بحضرتك سيادة السفير. مرحبا، أهلا بك. أهلا بحضرتك. عندما نتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن، فبالتأكيد هناك الكثير الذي من المؤكد أنه منتظر نتيجة لهذه الزيارة. بالتأكيد مصر والأردن تنفردان بين مختلف الدول العربية أن هما الدولتان الرائدتان في مسيرة السلام. مصر بدأت مسيرة السلام في سنة 79، لحقت بها الأردن، بل أن السلطة الفلسطينية نجحت في عقد اتفاق أوسلو. بالتالي نأمل في إطار هذا التفاهم وفي إطار هذه الإمكانيات أن نكون أكثر دولتين في إمكانية التخاطب مع الطرف الآخر الإسرائيلي والحد من أطماعه وطموحه غير الملائم حتى لمستقبل إسرائيل نفسها. نعم، طبعا هناك قضايا كثيرة، لكن أنا قصدت أن أبدأ بالقضية الفلسطينية لكي نؤكد لإخواننا من الفلسطينيين أننا نضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتنا في العلاقات الخارجية، وليس هذا تفضلا، وإنما لأن مصر دائما ترى أن خط الدفاع الأول للأمن القومي المصري يبدأ في اللاذقية في أقصى شمال سوريا. نعم. وهناك ذهب أحمس ملك مصر ليحارب الحيثيين عندما حاولوا أن يعتدوا علينا. إذا الأمن القومي المصري ممتد هكذا، وسوف ندافع عن القضية الفلسطينية. لكن نعم، بما أن حضرتك ذكرت القضية الفلسطينية وهذه أول قضية حضرتك يعني وددت أن تتحدث عنها، القضية الفلسطينية هي بالفعل هناك الكثير من الاجتماعات والإجراءات التي تتم فيما يتعلق بهذه القضية. يعني منذ أيام قليلة كنا نتابع مؤتمر لوزير الخارجية السيد سامح شكري مع وزير الخارجية الأردني والألماني والفرنسي أيضا عن القضية الفلسطينية، فهناك الكثير من المجهودات فيما يتعلق بهذه القضية تحديدا. بالتأكيد، ولكن أنا واحد من الأسرة الدبلوماسية أمامنا مشكلتان، واحدة على الجانب الإسرائيلي لأنه يتبنى التطرف، لأن إسرائيل منذ نشأتها ليست فيها زعامة تستطيع أن تقود إسرائيل نحو السلام. نعم. وما حدث مع السادات وما حدث مع جلالة الملك حسين الله يرحمه كان استثناء وليس القاعدة. رابين. نعم. وكان استثناء. نعم. الآن إسرائيل يحكمها حكومة أقلية وتستكمل إجراءاتها بأن تكون متحالفة مع أحزاب متطرفة إلى اليمين. الانقسام الإسرائيلي أكبر معرقل لمسيرة السلام، لأنه يضطر إلى النزوح إلى التطرف وإلى التصعيد. على الجانب الفلسطيني لديه مشكلة مماثلة وهو الانقسام الفلسطيني. الفلسطينيون اتكلوا على الله ووقعوا اتفاقية أوسلو مع إسرائيل وكان ينبغي أن تطبق، لكن إسرائيل نفسها لا تشرف إمضاها ولم تطبق الاتفاقية كيفما ينبغي. نعم. لكن بدلا من أن نزعج إسرائيل بهذه القضية، لا، نحن نسهل مهمتها بالانقسام الفلسطيني وأن تنفرد حماس بحكم غزة ولا تريد أن تخضع لانتخابات جديدة حتى تجدد من التوكيل لها من الشعب الفلسطيني. فإذا لدي انقسام إسرائيلي على جانب وانقسام فلسطيني على الجانب الآخر، وهنا يأتي الجهد الدبلوماسية المصرية والأردنية وغيرها من أجل تلافي هذه الصعوبة. طبعا بالتأكيد أن الرئيس وجلالة الملك سيبحثان ما يجري في سوريا على على الحدود الأردنية، ما يجري في العراق ومن تهديد تركي. نعم. ما يجري في شرق البحر المتوسط. نعم سيادة السفير، هذه بالتأكيد من ضمن القضايا التي من المفترض أن يتم التباحث فيها، لكن دعنا أيضا نتحدث عن العلاقات المصرية الأردنية. عندما نتحدث عن العلاقات المصرية الأردنية فهي علاقات هامة جدا، هي علاقات لها تاريخ طويل. أبرز هذه العلاقات أو أبرز بنود هذه العلاقات والتي هي مستمرة على مدار سنوات عديدة. أود أن أزور هنا الملف الاقتصادي. نحن أعضاء في أكثر من تحالف اقتصادي. أولا، نحن لدينا الاتفاق العربي الشامل الذي يضم 17 دولة عربية في سوق أو منطقة تجارة حرة عربية شاملة. لدينا اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات العربية.
لدينا اتفاقية أغادير التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب التي عقدت في إطار المشاركة الأوروبية المتوسطية، ونستفيد بها من البعد الأوروبي في علاقتنا، وهذه عظمت العلاقة بين هذه البلدان. لدينا أيضا عدنا إلى مجلس التعاون العربي الذي كان يضم مصر والأردن والعراق وسوريا واليمن. سوريا واليمن ليس بصحة جيدة حاليا، ونحن نسير قدما في التشاور المصري العراقي الأردني. نقطة هامة قلما ينتبه إليها الإعلام، وهو أن لدينا جالية محترمة جدا في الأردن تسهم في تنمية هذا البلد ولها شأن كبير، وأنت تذهب إلى الأردن ستجد المصريون هنا وهناك في كل مكان. إذن العلاقات متشابكة كثيرا. ثم يأتي الأمن القومي العربي يظلل كل هذا. القوات المسلحة المصرية هي القوة الرائدة والأكبر في منطقتها كلها، وإذا ذهبت إلى أكاديمية ناصر العسكرية العليا ستقابلي العشرات من رؤساء أركان الحرب في مختلف الجيوش العربية، ومنها بالطبع الجيش الأردني. إذا الكثير من نواحي التعاون بين البلدين يصعب حصرها يعني. نعم سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة.